Bismillah ar-Rahim. Today we are joined the party, and we begin with Dr. Osama Shazli. He is the one who arranged the whole party for the Dara Tibia. دكتور حسام ايش رايك؟ هو الاختلاط الان قالوا فيها شويه محاذير بس ما جاء فتوى رسميه الان عندنا. في ناس بيهاجموه دلوقتي؟ مو بلا اوريدي في ناس بيهاجموا بس الشيخ الازهر عندنا الله يرحمه كان مؤيد الموضوع ده. اي افتى بالتأييد يعني لان كان في ناس سته مطوي افتى اختلاط بالسبب؟ اختلاط يجوز في الجامعات بالضبط في جامعه الملك عبد الله لان كان في كلام عليه فابتدوا يجيبوا في الصحافه المصريه في الاهرام مواقف المشايخ في مصر فمن ضمنهم الشيخ الازهر الله يرحمه الشيخ طنطاوي ايد قال لك ايه المانع ما دام في يعني ده مجلس علم وفيه علم يبقى ما فيش مشكله بس الصور شوفوها وبعض المشايخ التانيين بس الصور شوفوها في اليوتيوب بعد ما درس استاذ بندر فوضى مدير السجلات والملفات سامي الغرابي مدير الامن الاداره الطبيه How are you? Supervisor الاداره الطبيه You want to give any message to your wife in Philippines? Dr. Ghanim, Dr. Faisal, Dr. Fawaz, مدير الصيدلية على مدير المختبر مختبر هذا نائب مدير المختبر والله المكلف المكلف فايز هذا مين؟ هذا مدير عام الإدارة الطبية كلها وليد زهران The important directors, huh? Radiology department with the laboratory department. مش عارف مسيحيه مش عارف ايه
بروفيسور خليل دكتور ماهر انترنست along with internist very crisp Arabic kabsa ما شاء الله في شطرنج موجود في عارف اكل بعد انت يلا ما شاء الله محسن عمودي ما شاء الله شكرا يا ابن ما شاء الله احمد ما شاء الله محمد اسماعيل العزب الاساسي ما شاء الله دكتور صور هنا صور هنا دكتور ما شاء الله هو مطور الإدارة الطبية. أنا جيب هيئة جزاك الله خير إن شاء الله. وين نزل يوتيوب؟ جزاك الله خير. والله من الله أجر إن شاء الله. خلاص يا مدير